السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. ولله خطيكم علينا وبارك الله فيكم واحد واحد فيما كنتم داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة حتى للقويرة وجميع بقاع العالم والكرة الأرضية. هادو عشاق ديال الجيت سكي، شتوهم ورغم الضبابة شتوهم شي شحال من واحد تبارك الله، هو كان غير من هاد لي جيت سكي شوم ياك. انتوما الدراري ديال الجيت سكي، العشاق ديال الجيت سكي، ها هما كيتكراو هنا واحد الكلوب هو كاين هنايا، ياك سمعتوني هاد واحد الكلوب هو كاين هنايا، تجينا ما سيدي وكتكريه للساعه واش شي 150 درهم ولا 200 درهم ولا ما عرفتش، المهم على حسب السكوسك. جيت سكي كبير بحال دابا، داك كبير كيكون 300 درهم للساعه وكاين الصغر منه. المهم كاين واحد الطريف خاصه غير بهاد لي جيت سكي بحال داك اللي واقف عليه هو عنده الثمن، ولكن حنايا ماشي جيت سكي غير دخلوا لينا في شو تبارك الله ما شاء الله. شوف هاد الضبابه اللي جايه، هادو عشاق القصابه شتوهم، هادو عشاق القصابه. هذا المغرب الارض، هما الاناره هي باش بدات كتشعل، هو الضبابه شو تبارك الله المسرح كاع ما بقى كيبان شويه. جيت باش نقول لكم اخواني اخواتي في هذا الاسبوع ان شاء الله، هذا النهايه ديال هي الجمعه هي السبت هي الاحد، غدا ولا بعد غدا المهم اخبارك الدور هنا في الرباط بان راه باب الحد غيتفتح. اذا اخواني اخواتي كما هزيتها من ودنيا كما جيت كنجري باش نقولها لكم من هذا المنظر الجميل اللي كيعجبني مره نجي ليه. شوفوا هذا المنظر فيه كيدير، شوف جميل جميل، البليصه ديالتي هي هنايا، كنريح هنايا وكنتكونسونطرا معنا وكنبقى نخمم ونفكر وكنبقى نادابتي وكنبقى نمخمخ المكان اللي هنا، فين كينزل لي الالهام هنا فين كنولي شاعر. اذا اخواني اخواتي هذا الخبر ماشي هو خبر ديز، لا هذا حدث تاريخي، معايشة حدث تاريخي. قناة أنا جيت عشتوا معنا واحد الحدث تاريخي وهو بناء شنو هو ذاك النفق اللي تبنى لنا من نهار 1 شهر 6 2020 تمت الانطلاقة ديالو وحنا غاديين معاه. إذا إخواني أخواتي مبروك عليكم النفق باب الحد، مبروك عليكم مبروك عليكم، ونكتفي بهذا القدر. دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما كاين غير الله الوطن الملك. وأنا مشيت.